ونقدم شكر وتقدير لابننا حافظ ان شاء الله ربنا يزيده ماله وفي زهوته ان شاء الله ويبارك لهم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكرا لكم جميعا وشكرا لسعيكم ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا للاستاذ بقيت موسى يسرى على هذه الكلمات الطيبات الجميلات الرائعات. ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله. حقيقه يعني نحن اليوم سعداء جدا ان نلتقي بهذا المنتجع، منتجع اخونا حافظ الهندوسه، ان شاء الله ربنا يجزيه خيرا. والتحيه لاخواننا اللجنه المنظمه لهذا اللقاء الاسري، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ويضع في ميزان حسناتهم. وبهذه المناسبه يعني نهني كل اخواننا الذين حضروا واللي لم يحضروا وكل اخواننا المسلمين، نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم الصيام والقيام والاعمال الصالحه ان شاء الله، وان شاء الله ده يعني سنه فان شاء الله يتكرر في السنين الجايه ان شاء الله، ونسال الله سبحانه وتعالى يتقبل من اخواننا في منظمات رؤيه الخيريه، فربنا يجزيهم خيرا لانه يعني قام بجهد كبير جدا، فان شاء الله ربنا يجزيهم خيرا. وشكرنا يمتد لكل الحضور الذين حضروا في هذا اللقاء الاجتماعي الاسري، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم. وكذلك يعني نبشر اخواننا الباقيه، اخ حافظ يعني يتبرع لكل الاعياد القادمه ان شاء الله، قال مفتوح يعني لكل الناس اذا تحايد الفتره الجايه ان شاء الله، ونسال الله سبحانه ربنا يتقبل منهم ويزيد في امواله وفي ذريته ان شاء الله، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا. السلام عليكم. اخونا فريق محمد احمد بحر، فيجزيهم الله خيرا يعني ده سنه جميله جدا ما ادري تقع عند الديوان يعني من القبائل الاخرى، وده سنه جميله ان شاء الله يستمر. وكذلك من هذا المقام اود الشكر والتقدير لكل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. دابت الكيان في كل العام اقامه المعايده الجماعيه في اطار عضويه الكيان، وجاءت الاحتفال هذا العام متميز ومتفرد من حيث الحضور، متميز ومتفرد من حيث المكان، متميز ومتفرد من حيث انه الاحتفال او اللقاء صحب معه يوم صحي من خلال منظمه الرؤى الخيريه. ولا بد من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى، لا بد من الشكر والتقدير لاخونا حافظ ادم دوسة صاحب هذا المكان الذي استضاف ابناء الكيان في يوم يعني ترفيهي، يوم اجتماعي، يوم اسري، يوم يعني اجتماعي بكل معنى من الكلمه. ولا بد الشكر تمتد للجنه المنظمه الذي يعني قام بهذا العمل الطيب متميز ومتفرد، لانه حقيقه كانت ترتيب منظم وترتيب يعني مرتب من كل الجوانب. ولا بد ايضا الشكر يعني تمتد لاخواننا في منظمه الرؤى الخيريه على العمل الصحي والمرتب من حيث الجوانب الوقائيه ومن حيث الجوانب الترشيديه، وكلها حقيقه تنصب في اطار العمل الاجتماعي، في اطار العمل الصحي، وفي اطار العمل التثقيفي. نسال الله سبحانه وتعالى ان تتكرر مثل هذه الجلسات لتؤم الخير ولتؤم المعرفه ولتؤم العمل الاجتماعي وسط الكيان. دمتم ودامت الكيان بالخير وبالرفاهيه ان شاء الله. Thank you.
سنة 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 سلكي دم سنة 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 سلكي دم سنة سلكي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.